هذه الأخت التي تقول لزوجها الذي يطالبها بأن تتهيأ له على الأقل بأن يرى منها ما يراه من غيرها بتتقي الله، هي التي هي المطلوب منها أن تتقي الله تبارك وتعالى. نحن نقول لها هي التي ينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى، لأن التقوى في الأصل وهي أن تجعل بينك وبين الله وقاية، هي الذي يفعلها الرجل. الرجل ماذا أراد؟ أراد أن يجعل بين المعصية وبينه وقاية. هذه الوقاية لا يمكن أن تقوم بها إلا الزوجة. كما جاء في الشريعة، في شريعة الله تبارك وتعالى، أن الرجل إذا رأى نظر إلى امرأة فأعجبته فليرجع إلى زوجته. تقوى الله الذي ستمنعه من النظر ليست في صيام ولا في كثرة ذكر ولا في قراءة القرآن كما يبدو لبعض الناس. تقوى الله هو أن تعود أنت كعندك شهوة، أن تعود إلى زوجتك، فالذي عند الزوجة هو نفسه الذي عند المرأة الأخرى، حتى تكف هذه الشهوة بهذا المعنى الواضح الصريح. وإذاك جاء الرجل، إذا جاء الرجل وطلب الزوجة ولو كانت مشغولة بأي أمر من الأمور، عليها أن تستجيب لهذا الأمر. فما يطلبه الرجل هو عين التقوى، هو أن يجعل من زينة زوجته ومن ظهور المرأة الزوجة أمامه بالشكل الذي يعينه لا يقع في الحرام، هذا هو عين التقوى. وهي المطلوب منها أن تتقي الله تبارك وتعالى، فتعين الزوج بهذه الأفعال على أن يتقي الله تبارك وتعالى.